السلام عليكم، معكم مولاي مصطفى بولباز، مقيم بالديار الاماراتيه. كندير تما بلوغر وميك اب ارتست. دابا جيت المغرب ضيف عند خويا حمزه في اش واقع، وان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم. الامارات دابا تقريبا يعني تقريبا نقول قريب نكمل 10 سنين. الصراحه الحياه في الاول ماشي سهله، ماشي كيف اي واحد كيتخيل. ضروري كتمر من صعوبات، يعني ضروري خاصك تضرب تمره في الاول وتصبر، بعد يعني الامور كلها كتيسر الحمد لله. حيت الامارات صراحه بلاد الامن والامان، صراحه احسن بلاد تقدر تعيش فيه، يعني لا من ناحيه الامن لا من ناحيه السلامه لا من ناحيه كل شيء. يعني واهم شيء عند الانسان شنو هو في الحياه هو الامن. يعني وصراحه المعيشه تما زوينه بزاف، هي الصراحه تما عتيلات، حيت راك عارف الدنيا كل شيء مقاد تما، الطرق مقاده. وشوف هو تما يعني بالنسبه يعني تما الخليج يوتيوبر فلوجر، يعني ماشي اي واحد كيدير اي يعني يعني كيف غادي نقول لك، يعني محتوى ماشي كلشي اي محتوى تقدر تتبعه. كاين شي ناس غير كيرميو الصراحه، فهمتي؟ وكاين شي ناس كيتصنعوا وكيكذبوا، نقدر نقول انا هما غادي يشوفوني دابا وكيعرفوني، فهمتي؟ ماشي اي واحد كيدير الحقيقه. بالنسبه لي حتى انا بزاف ديال الناس يقولوا مصطفى علاش ما كترميش لنا فلوغات، حيت الصراحه ما كنقدرش نكذب على الناس، كنقول لهم شي حاجه كنرمي شي حاجه الناس اللي غادي يستافدوا منا، شي حاجه يعني واقعيه وكاينه بلا ما نكذب على الناس. الصراحة عادي يعني تما عادي، يعني الناس تما كاين الاحترام، اهم شيء هو الاحترام، الناس كتحترمك وكتقدرك بزاف. الميدان ديال فلوغرز واليوتيوب هكا من الصراحة ماشي بزاف، يعني تقريبا عام وشي حاجة باقي جديد فيه. واش الجائحة هي اللي خلاتك تدخل لهذا الميدان هذا؟ لا 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 ماشي على الجائحة، بالعكس كان عندي عندي الدري صاحبي تا هو راه معروف تبارك الله، عنده مليون في اليوتيوب، كلشي كيعرفو اكيد يوسف الشنقاوي راه معروف، فهمتي؟ يعني وحتى بالانستغرام يعني كتكرمي بزاف بزاف الناس كيقولوا علاش ما ديرش لنا قناه وتشارك معنا يومياتك وداكشي، وصافي وتوكلت على الله. خدمت بزاف، خدمت مع لوجير عمران، خدمت مع نادين نجيم، يعني معروفين تما خدمت، والشركه اللي كنت خدام فيها معروفه ميك اب فور ايفر، يعني شركه عالميه، وسيفورا حتى هي راه كلشي كيعرفها. الصراحه لحد الان باقي ما كاينش هاد التفكير صراحه، والصراحه كلهم كنتلاقى بهم، يعني كلهم عندي معاهم صله يعني مزيانه، يعني اللي جا مرحبا. هو الصراحه اش غادي نقول لك اخويا، هما الصراحه كلهم عزازين عليا الصراحه، اش غادي نقول لك، يعني من هنا قدامي حتى الميك اب ارتست اللي كاينين الدراري انا راه كنعرفهم بحال جو القناه، راه صاحبي حتى هو مزيان، انا راه داير بلاصتو هنا في المغرب الله يسهل عليه. جو القناه كيخدم حتى هو باحترافيه، وحتى هو الدري حتى هو بدا من الزيرو وخدام على راسو الله يسهل عليه. الصراحه ما كنتش انسبيرا من حتى شي واحد، حيت انا تعلمت بوحدي حتى شي واحد ما علمني، فهمتي؟ يعني انا درت براسي براسي. ان شاء الله حتى شي حاجه مو مستحيله مادام انت في الحياه. شوف هي الميك اب ارتست، هي الميك اب ارتست بزاف ديال يعني اي واحد كيدير غير الميك اب يقول لك انا ميك اب ارتست، انت هي الميك اب ارتست راه فن حتى هي، حيت اوريدي انا كنديز من الدومين قبل، انا في المغرب كنت في الاول حلاق، دوزت الحلاقه حتى هي ديال الرجال. شوف انا نقول لك واحد الحاجه، انا بالنسبه لي كنعرف ندير كل شيء ماشي غير الميك اب ارتست. كنت في الاول كنلعب كوره، دوزت الميدان تاهو ديال الكوره، كنت عاوتاني عاوتاني الطياب تاهو كنعرف الطياب، يعني كلشي كنعرف ندير كلشي اي حاجه بغيتي. الصراحه انا ديال اللايف ستايل، يعني ديال كلشي، كنهضر على كل المواضيع، حتى بالنسبه للمغاربه يعني اللي بغاو يجيو تما كنبهم يعني الطريقه باش ما ينصبوش عليهم، فهمتي؟ تندير يعني محتوى زوين ونقي، يعني وكنوريهم البلايص يعني تما اللي يقدروا يجيو ليهم رخاص، وبزاف ديال الحوايج باش ما تعرضوش النصب. راك عارف بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب، كيبيعوا لهم فيزا، الفيزا ما كتطلع بوالو، يعني اي واحد يقدر يجي الامارات، يعني تقريبا 50 ألف ريال مغربيه فيها 3 شهور كيبيعوا عليهم يعني بجوج الملايين ثلاثه الملايين نصب. تحياتي لكم كاملين، وعواشر مبروكه، ورمضان كريم عليكم، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال، والله يخلي لكم والديكم، وتهلاو لي فرحتكم بزاف، وما تنساوش تبعوا قناه اش واقع، قناه هي راك شي كتقدم محتوى زوين، وشيروا كيمشيو عند الناس مزيانين، يعني ما كيمشيوش عند الناس كيدير واحد المحتوى يعني تافه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.